تعرضت الفنانة داليا مصطفى اليوم الأحد 26 يوليو 2020 لحالة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي إثر تناولها الغداء بأحد الفنادق الشهيرة هناك. وأشار المقربون من داليا لأنها حاليا تمكث في منزلها بالساحل الشمالي في حالة إعياء منذ قليل، وأنها استدعت طبيبا لتشخيص حالتها وإعطاء العلاج المناسب لها. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. الموضوع ان انا نزلت صورة وكانت في ميدان العتبة، انا بس كل اللي بتكلم فيه ان التجمعات. كشفت الفنانة داليا مصطفى عن موقف طريف تعرضت له بسبب غيرتها على زوجها الفنان شريف سلامة بسبب المعجبات. وقالت: في مرة كنا راجعين من عند دكتور الأسنان، فمستنية قدام العربية ولقيت شريف جاي وواحدة في حضنه وحط راسها على كتفه وبيقربه عليا. اتعصبت وقلت: إيه البجاحة دي؟ وأول ما قربوا والملامح بدأت تظهر فوجئت إنها سلمى بنتنا. وقالت داليا خلال ندوتها في الدستور إنها لا تلوم زوجها على موقف محرج يمكن أن يتعرض له أثناء إبداء إحدى المتابعات إعجابها، ففي النهاية هو فنان وله الكثير من المعجبين والمعجبات، لكنها تغضب إذا وجدت أن رد فعله سلبي، لافتة إلى أنها تثق فيه بشدة وباحترامه. من ناحية أخرى تجمع قصة حب كبيرة بين الفنانة داليا مصطفى وزوجها الفنان شريف سلامة والذي يمتلك موهبة كبيرة في التمثيل، حيث ذكرت داليا في عدة لقاءات أنها تزوجت من الفنان شريف سلامة بعد قصة حب دامت أكثر من 6 أعوام جمعتهما في سنوات الدراسة منذ أن كانت طالبة، وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية وأنجبت له ابن وابنة هما سلمى وسليم. داليا مصطفى من مواليد 12 أبريل 1976 ممثلة مصرية، في بداياتها عملت كفتاة إعلانات ثم بدأت تأخذ الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية، وذلك بعام 1996 حتى 2000 حين أسند لها دور في فيلم شورت وفانيلا وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية إلى أن تخرجت منه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي. تزوجت من الفنان شريف سلامة وأنجبت له ابن وابنة هما سلمى وسليم، وهي ابنة أخ الممثلة ناهد رشدي، معروفة طبعا ناهد رشدي، كانت متألقة دايما في أدوارها والجمهور أكيد فاكرها، ودي صورة حديثة ليها. إيه رأيكم اتغيرت؟ أما شريف سلامة فهو من مواليد 12 يوليو 1979، ممثل مصري له عدد من الأعمال الفنية منها أفلام درس خصوصي. من مواليد القاهرة ولد في أسرة فنية جدا، والده هو المخرج المسرحي الراحل سلامة حسن، وشقيقته الفنانة منال سلامة زوجة المخرج المعروف عادل أديب شقيق عمرو أديب. ودرس شريف بالمعهد العالي للفنون المسرحية. دي منال سلامة شقيقته ممثلة معروفة، وهنا منال سلامة مع ناهد رشدي، لقطة جميلة أخرى. يعتبر الإعلامي الكبير عمرو أديب من أكثر الرجال شهرة في مجال الإعلام، حيث حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات الإعلام حول العالم. معروف طبعا عمرو أديب، هنشوف أسرار عنه ما تعرفهاش. وقد ولد الإعلامي الكبير بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في دلتا مصر في 23 من أكتوبر عام 1963، والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وتزوج من أماني سوكا وأنجب منها ابنه خالد، ثم تزوج الإعلامية القديرة لميس الحديدي وأنجب منها نور الدين. ده عمرو أديب وهو صغير، صور نادرة مع والدته، وهنا مع ابنه خالد نور الدين.
وقد شارك خالد أديب نجل الإعلامي المصري عمرو أديب متابعيه بصورة له مع والدته أماني سوكا اللي هي زوجة عمرو أديب الأولى. هنا خالد ابن عمرو أديب مع والدته أماني سوكا اللي كان متجوزها عمرو أديب. خالد التقط صورة سيلفي مع والدته مشيرا إلى أنها أول سيلفي لها، حيث علق على الصورة على حسابه الخاص على موقع الفيسبوك بقوله مامز فيرست سيلفي. كما قام خالد أديب ابن الإعلام المصري عمرو أديب بنشر مجموعة صور نادرة لجدته التي توفيت مؤخرا. خالد نشر صورتين نادرتين لجدته، حيث ظهرت في الصورة الأولى وهي تجلس إلى جوار زوجها عبد الحي أديب وحولهما جميع أبنائها وأحفادهم. دي الصورة الجماعية مع والدة عمرو أديب. والصورة الثانية كانت تجلس وسط ثلاثة من أحفادها، كان خالد أحدهم وعلق عليها بقوله على اليمين محمد أديب، أنا على الشمال وتحت علي أديب، وفي النص أنقى روح ودعناها النهاردة جدتي الله يرحمه. دي الصورة النادرة. وإليكم الآن مجموعة من الصور الرائعة لعمرو أديب وهو صغير وفي معظم مراحل حياته في الطفولة والشباب والمراهقة. هنا كان بشعر لسه عمرو أديب كان مليان شوية، دلوقتي بقى رشيق أكتر. هنا في فرحه على لميس الحديدي، أنا مع ابنهم نور الدين، صور عائلية جميلة. عمرو أديب مولود 23 أكتوبر 63، مذيع ومقدم برامج مصري، وهو ابن السيناريست عبد الحي أديب وأخو المخرج عادل أديب والإعلامي عماد أديب صاحب شركة جود نيوز. هنا الأشقاء الثلاثة، عماد أديب على اليمين وفي النص عادل أديب وعلى الشمال عمرو أديب. هو من مواليد المحلة الكبرى ودرس في كلية فيكتوريا ودرس الإعلام في جامعة القاهرة، متزوج من الإعلامية لميس الحديدي ولديه ولدان. إيه مع لميس الحديدي. أنا وهو صغير وما كبر. أنا مع ابنيه خالد ونور الدين. عمرو أديب هو أحد الشركاء في إمبراطورية آل أديب الإعلامية، حيث يرأس عمرو أديب محطة نجوم اف ام، والتي تعتبر أول إذاعة خاصة على أثير الإذاعة المصرية، كما أن عمرو أديب يشارك في إدارة موقع جود نيوز الإلكتروني وعدد آخر من المشروعات التي يمتلكها آل أديب في مصر. ولقد كانت لعمرو أديب عدة تجارب في الفن أيضا، حين رآه المخرج محمد فاضل كممثل مختلف فيسند له دور مصطفى أمين في فيلم كوكب الشرق الذي دار حول قصة حياة أم كلثوم، واستعان به المخرج الأردني محمد عزيزية في إحدى حلقات مسلسل قضية رأي عام، مؤديا دور لا يختلف عن دوره الحقيقي وهو كإعلامي يناقش قضية أثارت الرأي العام. أنا عمرو أديب مع لميس الحديدي. زوجته لميس علي محمد علي الحديدي مذيعة وإعلامية مصرية في قناة سي بي سي، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دي لميس الحديدي معروفة طبعا. وقد أكدت لميس الحديدي أنها ابنة أستاذ جامعي وهو علي الحديدي، ووالدتها حفيدة الشيخ الأزهري الشيخ البحيري، ردا على الشائعات حول أسرتها. كان في شائعات كتير حواليها وهي ردت عليهم. حفيدة شيخ أزهري. هنا صور عائلية برضو مع عمرو أديب وابنه. أما شقيق عمرو أديب الثاني فهو عادل أديب مخرج مصري تألق بالعديد من الأعمال، فهو مساعد مخرج أول بفيلم كاريوكي عام 2008. ده عادل أديب
وزوجته منال سلام، ومخرج بليلي البيبي دول ليلة البيبي دول عام 2008، ومشرف على الإنتاج في فيلم مرجان أحمد مرجان إبراهيم الأبيض وبوبس عام 2009، في حين كانت بداياته الحقيقية في إخراجه لفيلم هستيريا عام 98، وهو زوج الفنانة المعروفة منال سلام. منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، هو شقيق عمرو أديب، وهنا شريف سلامة شقيق منال سلامة مع زوجته داليا مصطفى. كتير معرفوش المعلومة ديت. هنا عادل أديب مع زوجته منال سلامة، هنا شريف سلامة ومع زوجته داليا مصطفى الفرح. أما شقيق عمرو أديب الثالث فهو الإعلامي الكبير عماد الدين عبد الحي أديب، مواليد 55، وهو إعلامي ورجل أعمال مصري. ده عماد أديب معروف جدا طبعا. يمتلك شركة إنتاج فني في مصر وهي جود نيوز، التي قدمت بعض الأفلام المثيرة للجدل مثل عمارة يعقوبيان وفيلم حسن ومرقص. رشح في فبراير 2011 لمنصب وزير الإعلام في حكومة أحمد شفيق لتسيير الأعمال، والتي تلت تخلي حسني مبارك عن الرئاسة المصرية، وتولى المجلس العسكري حكم البلاد لفترة انتقالية ليرفض الترشيح، مبررا الأمر بقناعته بعدم وجود وزارة إعلام في الدول الديمقراطية. عماد الدين سبق له الزواج من الإعلامية هالة سرحان، وحاليا متزوج من الممثلة المصرية مروة حسين. هنا دي مروة حسين زوجته الثانية واللي معاه حاليا، وده كان الفرح بتاعهم مؤخرا، تورته 5 أدوار. كان متجوز هالة سرحان الإعلامية القديرة قبلها. في 27 أبريل 2005 أجرى حوارا تلفزيونيا مطولا مع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وكان الحوار تحت اسم كلمة للتاريخ. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة.